استاذ عبادي، بمقابلة لك انك مش كتير بتحب عز الموضه الشبابيه بالفن بالالحان. فيني اعرف بالضبط شو المقصود بالما بتحبزه؟ لا، مش بالضبط. يعني انا اقول انه الاغنيه اللي يسموها الاغنيه الشبابيه، مع ان انا يعني في اعتراض على التسميه، ما في شبابيه وعجائزيه انا في الاغنيه الخفيفه، هذا المقصوده. يعني الاغنيه الخفيفه لون من الوان الغناء موجود من قديم الزمان، لان الغناء كذا لون، يعني الاغنيه العاطفيه والاغنيه الكلاسيكيه والاغنيه الرومانسيه والاغنيه الخفيفه. والاغنيه الخفيفه اغنيه جميله يعني مطلوب انها تكون موجوده، ولكن من غير ما تكون سطحيه. كمان في قول لك، قلت انه معامله المراه وخصوصا الزوجه هو فن بحد ذاته. نعم، حضرتك قلت هالشيء. نعم. طب تحت اي خانه بتحطه؟ الفن التشكيلي، الفن التجريدي؟ لا، ما انا اتكلم عن يعني مش ما اتكلم من خيال، انا اتكلم من واقع. يعني نعم، انا مزوج لي 20 سنة، وتجربتي مع الزواج من خلالها انا قلت الكلام هذا. انا اتصور ان انا المراه في حياتي لها دور كبير. والدتي رحمة الله عليها ربتني، أنا أبوي توفى أنا عمري 3 سنين، فوالدتي تولت كل يعني لعبت الدورين، وما أعرف غير والدتي. وبعدين لما أنا تزوجت فزوجتي كانت أيضا يعني، وبعدين جبت خلفت بنات، عندي بنتين، فالمرأة محيطة بي من كل النواحي. فمن خلال هذا يعني أنا المرأة مخلوق عنده عطاء كبير وعنده وفاء كبير، بس بدك تاخذ منه هذا بفن. انا يمكن من الناس اللي حق يعني قدرت اعمل عمليه توازن في التربيه، يعني انا بناتي انا صاحبهم مصاحبهم، وفي نفس الوقت بيحترموني بيخافوا مني ويحبوني، وهذه عمليه صعبه انك تعملها يعني انك تعمل هذا التوازن، عمليه صعبه يعني. وهذا انا بدات فيه من هم صغار، يعني حسن مجموعة أسئلة وبتعرفوا أنتوا الحقيقي منها من غير حقيقي. لم أستطع اختيار اسم لابنتي الكبيرة، وظلت 3 أشهر من غير اسم. قررت السؤال الثاني، قررت غناء موال فجأة خلال لقاء، وأعربت الجملة بشكل خاطئ، يعني غلطت في الإعراب. السؤال الثالث، إذا نفذت القهوة من المنزل أرفض التكلم مع عائلتي من شدة التعصيب. تاني احتمال هو الصحيح، اللي هو قررت غناء أول بنت، لأنه طبعا أول بنت أو أول ولد دايما بنكون محضرين له الاسم، لو السابع أو الثامن. نسرين فكرة كل الناس مثلا بيحضروا كل شيء أبو شهرين، يعني اللي هو قررت غناء موال فجأة وأخطأت في الإعراب. أي بس خليني أنا أقول شو قررت أنا. طيب هذا نسرين وشارك. أنا بقول إنه كمان ذات شيء. لا، ممنوع تقول ذات شيء. خلاص عشان ترضى نسرين، هو الصحيح يعني. صحيح. إيه، غنيت مرة موال وقلت. يعني هيدي فور ذا ريكورد، انا كنت عارف. ومين قال لك انك غلطت؟ انت انتبهت على حالك؟ هو طبعا انا انتبهت، يعني لان انا قارئ للشعر جيد. نعم. وافهم في الشعر، فكنت بس من شده يعني كنت اقول موال، كنت اقول وانا اغني، كنا مسرح تلفزيون، وفي اثناء الاغنيه جاء على بالي اقول موال. فاحنا دائما عندنا من غنائنا من اللون السعودي، اذا نقول الموالات من عيون الشعر العربي، نقول الشعر الفصيح نقوله على شكل موالات. فكنت قلت موال، ذكرته، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تباتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي. أنا قلتها حالو مع السلطنة وغلط. بعد حرف الجر وبعدين منعتها طبعا من انها تنزل طبعا بهالشكل. اكل المانجا فوق المغسله فقط. 2، كلما زرت اسبانيا اطلب اكل الاخطبوط يوميا. 3، ارفض السماح لابنتاي بلبس اللون الزهر. انا بقول انا 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 بقول
صعبين هدول. بتصور كل ما تروح على اسبانيا لان برهك بتروح على اسبانيا بتطلب تاكل اخطبوط. ونسرين؟ ما فيك تجاوب ذات الشيء. المانجا فوق المجلى. ها؟ تاكل المانجا فوق المجلى. يعني هذا اخر كلام؟ يعني انا بزيده المانجا والليمون. لا 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 انا المكتوب عندي مانجا مو مكتوب ليمون. يعني فانت انت المانجا اخر كلام؟ انا قلت عن اسبانيا. انت ايش تقولوا؟ الزهر عم يعمل لها سسبانس. هو المانجا صحيح. قلت لك بيقولوا له ما خطر بيعطوها خبر انا تريد ما خطر على بالك طبعا. ليش شربي الماء؟ انا سمعت انت بتسمعه، اذا انت سمعت انا بسمع. هو المانجا صحيح. انا فينا اخر ثلاث احتمالات ما نقولهم لانه انا ربحت سلف. اي خلاص انت مرتين ربحتي. وموضوع المانجا هذا صحيح، ان انا من اكل المانجا لازم اروح على المغسله اكل المانجا. ما بعرف يعني احب اكلها يعني بالقش، ما احب اقطعها يعني احب قرش. وكلهم في البيت يضحكوا على الحكايه هذه علي يعني. ما علي انا باكل الليمون هيك ما بشرب كدش. وكمان بالمغسله برضه. احب حيوان البوم جدا، واربي سبعه منهم في حديقتي. اثنين، ربحت اول جائزه بماراثون السعوديه 3 مرات. 3، في احدى السفرات اضطرت الطائره للهبوط الاضطراري خوفا من وجود قنبله بالطائره. هي انت ابتدات قبل شويه بعدين يعني. شو كان اول احتمال؟ احب حيوان الالبوم. عارف الالبوم؟ الالبوم هذه هي. وربي سبع منهم في حديقتي. مربى سبع منهم بحديقتك. انا بقول لا، انا بقول ثالث احتمال اللي هو في احدى السفرات اضطرت الطائره للهبوط. اكيد لان هدول من اخر موضه هدول. اكيد. ما بدك تستعين بالجمهور. لا 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 انا هلا هيك اتصال بصديق كثير. مظبوط. لا يعني خلاص كده خلاص خلاص. لا هو الثالث صحيح. وشرب كان مظبوط عندي. تعرف ليه؟ لأن وقت انا طلعت الاشياء انه في ازيشه بالطياره. لا ما اعتقد. لا 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 هذا صحيح. معقوله يا نسرين بس شو صار بوقتها؟ يعني معقوله اربي البوم ومعروف دائما البوم يعني نذير شؤم يعني وكذا، معقوله إيه ربي سبعه كمان مش واحده؟ بالدول العربيه. بس الدول العربيه لانه بالدول الاوروبيه بيعتبروه جاي بالحظ. اعوذ بالله. لا انا ما يعني يعني ماني من هواة تربيه الحيوانات عموما يعني، فما عندي يعني. مع كل هذا انا بكون ربحت. بس بدنا نعرف ليش شو صار وقتها بالطياره، انه مع انه انا طلعت الاشاعه بس انه حابب اسمعها منك. لا كنت رحله انا وعائلتي وكذا، وبعدين قبل ما نوصل بحوالي ثلث ساعة لقيت الطيارة بتنزل بشكل يعني أسرع من المطلوب أو من العادة يعني. وأنا باعتبار عندي يعني أنا أسافر كثير جدا، فشفت إنه الموضوع، وزوجتي كانت معايا وتعبت من نزول السريع. وبعدين لما نزلنا قالوا أنزلوا بسرعة، وقفوا الطيارة وقالوا أنزلوا بسرعة، وكان في قنبلة أو حد كتب في المراية في التواليت إنه في قنبلة على الطيارة وكذا.